سي محمد دقيقة سابعة ضربة جزاء طلب بها نجم المتلوي. أيمن النصري هو حكم اللقاء، دونك هجوم النجم المتلوي، الحكم في موقع جيد ومطالبة بضربة جزاء كانت تقريبا على بعد 6 أمتار على لاسين، وهنا تترطم بيد اللاعب لكن يد كانت طبيعية وماهيش مكبرة. هنا مع الأسف مناوشات ما بين زوج لاعبين، النجم الساحلي والنجم المتلوي، يتدخل الحكم المساعد هنا بور نو با اغرافي لي شونس. الحكم ايمن النصري يسند، او مس الحكم هنا لا. ولا مثالش هذه، لا لا ده ولا مس، ها ها فوالا، ايه مثالش هذيك، واش دفع او جذب؟ اه واضح، فهمت، لا هو دفع ولا هو جذب. دونك هنا ورقه صفراء لكل لاعب. هنا ايمن النصري ان تيان با كونت، ان تيان با كونت انه اللاعب هذا عنده ورقه صفراء، دونك حطها صفراء من غير حتى حسابات، يرجع نفسه ويلقى رقم 30 اللي يستنى في العقاب نتاعو، يلقاه عنده موجود كورقه صفراء اولى، وعمليه الاقصاء مع الاسف هنا تكون للاعب المخطئ. هدف سجله نجم المتلوي، لكن نشوف هنا عملنا هنا زوم، عملنا لوب وشفنا مهاجم الترجي المتلوي، نجم المتلوي عفوا، قام بالخطا وسبق ساقه على علي جمل اعاقه، وبعد جاء الهدف. دونك هنا قراءه جيده سليمه من ايمن النصري، وهنا الهدف دونك هنا غير شرعي، و الحكم اعلن عن المخالفه قبل دخول وولوج الشبكه الكره الى الشبكه. ما هنا عاود اللقطه الاولى عادينا به، نمشيو مباشره لمباراه مستقبل سليمان اتحاد بقردة.